مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى مبنى البي بي سي برودكاستنج هاوس، حيث نوشك على إطلاق تلفزيون بي بي سي العربي بحلة جديدة. أكثر من 200 صحفي وموظف يعملون في مقرنا في لندن يقدمون الأخبار للعالم العربي حول كافة القضايا والأحداث. بي بي سي تأتيكم من قلب لندن عبر الإذاعة والإنترنت وعلى شاشات التلفزيون، بل وحتى على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف النقالة. خدمة إعلامية تعتبرك جزءا منها وتتيح لك الفرصة كي تشارك بشكل فعال والتعبير عن رأيك. هذا هو قلب بي بي سي العربية، مركز التخطيط الإخباري. تقنيات الإنتاج الحديثة التي نستخدمها تسمح للصحفيين بإعداد وإنتاج تقاريرهم على أجهزة الكمبيوتر مباشرة دون مغادرة مكاتبهم. إذاعة بي بي سي العربية احتفلت قبل أسابيع بعيد إنشائها 70، ونحن نتطلع إلى خدمة مستمعينا خلال السنوات والعقود المقبلة. كل أسبوع نتواصل مع ملايين المستمعين من خلال شبكة البرامج التي نقدمها لكم مستخدمين أحدث تقنيات الإنتاج والبث. سندخل معكم عصر تقنيات الإعلام المتطورة ونقدم لكم هذه الخدمة التلفزيونية الفريدة لتضاف إلى راديو لندن وموقعنا على شبكة الإنترنت bbcarabic.com. وبينما ترحبون بنا أنتم في منازلكم، نحن نرحب بكم بدورنا في مقرنا الجديد لنقدم لكم العالم من خلاله. تلفزيون بي بي سي يأتيكم بالأخبار والحوارات المفتوحة والبرامج الوثائقية. سنطرح عليكم القضايا من مختلف وجهات النظر، نفسح لكم المجال للمشاركة بها ليس فقط من خلال تلقي الأخبار، إنما أيضا بصنعها. انضموا إلينا وتابعوا الأخبار في بث حي ومباشر. عشر قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في تفجيرين في مدينة لاهور الباكستانية. إسرائيل ترفض تسليم جثة منفذ عملية القدس وسط توتر ودعوات لهدم منزل عائلته وخيمة العزاء. استطلاع رأي لبي بي سي يظهر انخفاض عدد مؤيدي شن عمل عسكري ضد إيران بسبب برنامجها النووي. سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة يسجل رقما قياسيا. هنا لندن بي بي سي، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. قتل 16 شخصا على الأقل في باكستان وأصيب عدد آخر بجروح في انفجارات هزت مبنى تابعا للشرطة الاتحادية ومنطقة سكنية في مدينة لاهور الواقع شرقي البلاد، ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء تلك التفجيرات. هز انفجاران مدينة لاهور في شرق باكستان موقعين قتلى وجرحى وملحقين دمارا في الأبدية. وقع الانفجار الأول بعيد بدء ساعات العمل الحكومية مستهدفا مبنى وكالة التحقيقات الاتحادية المتخصصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وسط المدينة. وألحق الانفجار دمارا بمبنى الوكالة وبالأبنية القريبة وبالسيارات المتوقفة. وبذلت الشرطة ورجال الإسعاف الذين هرعوا إلى المكان جهودا بإجلاء الضحايا من منتسبي الوكالة والمدنيين،
وقالت الشرطة إن الانفجار نجم عن قنبلة وضعت قرب مصعد في المبنى. كان هناك العديد من القتلى، أحد رجال الأمن قتل بفعل سقوط الأنقاض على رأسه، والانفجار الثاني أعتقد أنه ناجم عن عمل انتحاري. الانفجار الثاني استهدف حيا سكنيا لا يبعد عن مكان الانفجار الأول سوى 10 كيلومترات، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال. وقالت الشرطة إن الانفجار نجم عن تفجير سيارة نقل صغيرة مفخخة كانت متوقفة أمام وكالة للإعلانات في الحي. وفي هذا السياق نقلت محطة تلفزة محلية عن مصدر في الشرطة قوله إن شخصين قادا السيارة المفخخة إلى المكان وفجراها. انفجارا اليوم في لاهور لم تكن الأولى، ففي الأسبوع الماضي نفذ هجوم انتحاري مزدوج استهدف أكاديمية بحرية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وتشهد أغلب مدن باكستان الرئيسية في الآونة الأخيرة تفجيرات انتحارية، ناهيك عن أعمال عنف تقع في مدنها في شمال غربي البلاد. عدنان عبود، BBC.